MashaAllah. Finally, last but not least, the final participant in this category will be Wafiq Sayyid. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا تكبير. This was a category and we saw that they had competed in
one of the tricky surahs. I challenge some of you to memorize Surah Ar-Rahman without a mistake. MashaAllah, we can see they've spent some time and prepared to recite in this manner, both in memorization and articulation, pronunciation. May Allah subhanahu wa ta'ala bless the youngsters. And again, all of you are also worthy of praise, patiently listening and being mesmerized with the words of the Qur'an, the words that came directly from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala reward each and every one of you, inshaAllah. At this juncture,